قررت وزارة التجارة المنع الفوري لعملية بيع مادة السميد المباشر من الوحدات التحويلية إلى المواطنين تطبيقا للإجراءات الصحية والحمائية الخاصة التي أقرها الوزير الأول عبد العزيز جراد للوقاية من تفشي وباء كورونا. وذكر مسؤول خلية الإعلام والاتصال بالوزارة سمير مفتاح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه سيتم الاعتماد على نظام التوزيع القديم من خلال البيع لدى تجارة الجملة والواجهات التجارية الكبرى وتجارة التجزئة. وأوضح نفس المسؤول أنه تم توجيه تعليمة للمدراء الجهويين والولائيين موقع من طرف الأمين العام للوزارة قش كريم جاءت تطبيقا للإجراءات الصحية والحمائية الخاصة التي أقرها الوزير الأول للوقاية من تفشي وباء الكورونا. وأضاف بأن القرار جاء تبعا للمعاينات والملاحظات بخصوص عمليات بيع السميد على مستوى الوحدات الإنتاجية المتواجدة عبر التراب الوطني والتي قد تشكل خطرا على صحة المواطنين، وعليه تم إقرار المنع الفوري لعمليات بيع السميد المباشر من الوحدات التحويلية إلى المواطنين والاعتماد على نظام التوزيع القديم من خلال البيع لدى تجار الجملة والواجهات التجارية الكبرى وتجار التجزئة. كما ستحرص مصالح وزارة التجارة حسب نفس المصدر على مراقبة وجرد عمليات البيع يوميا ومتابعة مسار المنتوج من المنتج إلى المستهلك النهائي في إطار محاربة عمليات المضاربة والتوزيع والتخزين العشوائيين. وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسى دعم المقطع بلايك ومشاركة آرائكم في التعليقات. إلى الفيديو القادم إن شاء الله.